السلام عليكم. بدأت في بداية الأسبوع عملية تاع توزيع 120 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ، وذلك عبر التراب الوطني، كامل التراب الوطني. إذن وهذه يعني عملية مهمة، واحدة من أكبر العمليات تاع توزيع السكنات منذ الاستقلال. إذن هنيئا للمستفيدين من هذه السكنات، وأترككم مع الصور هذه اللي يعني تعبر عن العملية هذه، والسلام عليكم.